بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم اخوان المشاهدين، مرحبا بكم معايا في قناتي المتواضعة ام ياسين شروط. اليوم جبتلكم واحد الاقتراح غيعجبكم، ديال الخضر الطازجة مقلية، كتجي لذيذة وشهية. بقاو معنا تشوفوا الطريقة والمقادير. بسم الله على بركة الله اخواني المشاهدين، اليوم غنقترح عليكم واحد معقوده ديال الخضر الطازجه، كتجي لذيذه وشهيه. وغنوري لكم الطريقه والسر في هذه المعقوده باش ما كتشربناش الزيت. كما كتعرفوا دائما كيكون عندنا في الاخر اسبوع بزاف الخضر شايطين، وكيبقاو تما في الثلاجات كيتبالو وكرميوهم. اليوم جيت لكم بواحد الاقتراح باش ما نبقاوش نرميو الخضر اللي كتشيط لينا، نحاولوا نستعملوها في بزاف الحاجات. وخا ما كانش متوفر، ماشي ضروري الا ما كانش لحم ولا دجاج غتبقى داك الخضر تما حتى كتبالو تسيب. خص السيده تبدع وتبتكر اشياء اللي تخليها تقتصد وما ترميش داك الخضر، تحاول تستعمله مثلا على هاد المعقودة هادي. بزاف السيدات كيديروا المعقودة كيتشكاو كيقولوا كتشرب لهم الزيت حيت كيسلقوا الخضر عاد كيديروا بهم المعقودة. غنشتوكم واحد الطريقة، غنوريكم جوج ديال الطرق، واحد الطريقة ديال المعقودة ديال كيفاش كنقليوها، الطريقة اللي كتشرب بها الزيت والطريقة اللي ما كتشربناش بها الزيت. هنا جبت كنبقاو نحكو هاد الخضر كاملين، غنبداو نحكو الخضرة ديال الخضروات ديالنا كاملين. سنوريكم كيفاش غنديرو ليهم. نشوفو هاد الفلفلة كنحيدو لها هاد البابة ديالها، كنحيدوها لها، كنقسموها على جوج باش تجينا سهلة في حكوها. غير اللحم ديالها والقشره كتبقى لنا من الفوق، كنحكوها بهذه الطريقه على الشكل هيدا، كتبقى غير القشره ديالها كنحيدوها، كنبقاو معها حتى كنحكوها كامله كنساليوها. هاد الطريقه ان شاء الله غتعجبكم وغتجربوها غتشوفوا كيفاش غادي تجي، غتشكروني عليها. كيحبوها الوليدات بزاف، وكتجي مقرمله من برا وهشيشه من داخل، كانت تكون طريه من داخل. هو المشاهدين مي تجربوا هاد الطريقه وتعجبكم بارطاجيوها مع الاهل والاصدقاء باش تعموا الفائده، ودعمونا باللايك باش تشجعونا نقدموا لكم الجديد. هذه هي الطريقه باش تستعمل الخضر اللي عندك. الاطفال ما كيبغوش ياكل الخضر، وملي كتعملهم هذه الطريقه هذاك المعقوده يقدروا يديوها معهم حتى المدرسه بحال الكوتي وياكلوها في المدرسه. كتجي ساهله يديوها الاطفال مع المدرسه، ولا يدوها مع الناس الخدمه، الناس اللي كتخدم في المعامل. 95% ديال الناس خدامين يدوه معاهم الخدمه، كتجي ساهله باش تصيبها، وكتجي سهله باش تهزها في بواطه وديها معاك الخدمه، وكتكون صحيه ما كتشربناش بزاف الزيوت، وكنبعدوا شويه على اللحوم والدواجن. نحاولوا نوليو نباتيين غير مره في السيمانه حسن ما بقاو بكثره اللحوم والدواجن. كنسالو الخضر ديالنا كامله، ملي حكينا الخضر ديالنا كامله باش ما كتكحلناش شي، كنديروا لها واحد جوج معالق ديال الخل اولا الحامض اللي عندك. انا هنا درت لها الخل وكنخلطها مزيان، كنحاول نخلطها مزيان، وكنعصرها من الماء اللي كتطلق، هي كتطلق الماء.
كنعصروها كنحيدوها في بزلافه اخرى تنحيدو حتى ما يبقاش فيها داك المكان اللي كتطلق، يا فيما كتغفل عليها كتجبرها الخضره طلقات الماء. كنحاولو نحيلو هداك الماء اللي طلقات كامل. كنجيبو القزبر ديال المعدنوس ديالنا والقزبر، كنحاول نقطعو القزبر ديالنا والمعدنوس كنقطعو قطع صغيرة. السودانية على حسب الذوق، اللي كيبغي يعمل السوداني يعملها، اللي ما بغاش يعملها كيتجنبها بلا ما يعملها، على حساب الا كان عندك الاطفال ولا غيدوها معهم الاطفال المدرسة بلا ما تعمل فيها السودانية. الا كانوا غياكلوها غير الناس الكبار واخا تعمل فيها السودانية، على حساب الا كانوا كيحبوا السودانية ولا ما كتعجبهمش. كنضيفوا لهداك الخليط، كنجيبوا معلقة صغيرة ديال التومة فرومة، عندنا الملح حسب الذوق، عندي هنا معلقة صغيرة معمرة 10 معلقة، فلفلة حمراء قليل من الإبزار، كنضيفو 3 البيضات، وكنبداو نخلطو هاد العناصر مع بعضياتها مزيان حتى كتنسجم مع بعضياتهم كاملين. حاولوا ندخلوا داك الملحه والابزار والفلفله الحمراء والبيض، كنحاولوا نخلطوهم مزيان باش ينسجموا مع بعضياتهم. الا ما خلطناهم شي مزيان كتبقى لنا مجموعه في واحد البلاصه، خصنا ضروري ما نخلطوها مزيان. كنضيفو نص كاس ديال الحليب، كنضيفو الطحين معلقة كبيرة ديال الطحين حرش، كنضيفو خميرة الحلويات 7 غرام، كنضيفو النشا ملعقة كبيرة ديال النشا، غنبداو نخلطو غنبداو نخلطو مزيان. دا كنحسو بداك الطحين كامل تخلط لينا، كنكونو سخنا المقلة. هنا غنوري لكم، هنا غنوريكم الطريقة، هنا أنا عملتها بهذه الطريقة، ها هي كتشرب لنا الزيت هذه الطريقة، ماشي هادو اللي كيديروا النساء كاملين، انا بغيت نوري لكم بهذه الطريقة كيفاش كيعملوها السيدات وكيفاش بكم كتفرتت ما كتشرب وكتشرب ليهم الزيوت، كتبغيش تجمع لينا مزيان كتبقى تشنتف لينا في الزيت كاملة، كتولي الزيت كاملة في تاوت ديال الخضار اللي حكينا. هيا تبان، غنوري لكم الطريقه الصحيحه. كنجيبو داك الخضار، كتكون طلقت لنا الماء وعصرناها في الصفايه، هي كتطلق الماء بكميه كبيره، وهنا في واحد الطبسيل، واحد الطبسيل كنحطو فيه ولا الاناء كنحطو فيه الطحين
3 معالق ديال الطحين و3 معالق ديال مايزينا اي النشا، كنخلطوا فيها كنمرغطوا فيها داك الخليط اللي عملناه. هذا هو السر في الخضار باش ما كتبقاش تشرب لينا الزيوت. كنحاولوا نمرغطوها في الطحين مع المايزينا مخلطين مع بعضياتهم، وكنصطفوهم حتى كنساليو الكميه اللي غنحتاجو، وكتكون عندنا زيت سخونه. هذا هو السر في الخضار ديالنا باش ما كتشربناش الزيوت. خص ضروري نعملو الطحين والمايزينا، او ما درنا لهم طحين ومايزينا شو كيفاش شابرين راسهم، والزيت ما فيها تفتوات ديال الخضار، كتبقى الخضار مجموعه. وشوف كنقلبوها كتقلبنا بسهوله، وكتجي محمره من برا ومقرمله من داخل. وهاد الخضار كامله خضراء، يعني ما سلقناها ما والو، درناها طازجه كيما شتوني حكيتها في الحكاكه، بس سلقناها ما والو دغيا، كطيب لنا كتحمر وكتولي مقرمله. هذاك ما يزينا كتضيف لها التقرميشه لان ما كتبقاش تشرف في الزيوت، كتبقى هشيشه ومقرمشه ومن داخل ديالها كذلك ما كتشرب، تجبرها ما فيهاش الزيت. هيا شوف غير الشكل ديالها تعرفها بلي راه هي ما شربتش الزيوت وكتبقى محمره. هذا هو السر ديال الخضار اللي كنقليو وما كتشربش لينا الزيوت. ضروري ما تستعملوا الطحين والمايزينا في الاخر باش كتمرغدو فيه الخضار ديالنا حتى كتحمر. عايشتي كيفاش كتجي مقرمله وحتى المذاق ديالها؟ صدقوني جربوها وغتشوفوا واش مزيانه ولا ماشي مزيانه. وكنمشيو نوجدو صلصة البيشاميل، كتكون باقا سخونة، كنضيف ليها هاد الجبن اللي عندي. كل واحد الا كان توفر عندكم اي جبن كتحطوه، ماشي ضروري يكون نفس الجبن. هاديك صلصة البيشاميل كما كتعرفوا درت 2 معالق ديال معلقة ديال الزيت ومعلقة ديال الطحين، حمرتهم مزيان وخويت عليهم الحليب حتى تكتفات ليا الصلصة ديالي. وحطيت طبقة سخونة كنضيف ليها الجبن وكنخلطها باش يدوب هداك الجبن، وكنخلطها مزيان حتى كيدوب، وكنقسمها على جوج، وكنعمل 2 أنواع ديال الصلصات، وحدة خليتها بيضاء وحدة عملت فيها كاتشوب أولا صلصة، كل واحد دوك يعمل فيها اللي بغا ولا صوليس. بعد ما ضفت ليها الملح والإبزار، هاد الصلصه حمرا ضفت ليها الابزار، ويا اخرى اللي بيضه ما ضفتلاش الابزار باش كتبقى اللون ديالها بيضه. وغنوريكم الطريقه كيفاش انا قدمتها بهذه الطريقه. شو كيفاش النيه كتجي مكرمله ما كتشربش الزيوت كاع، انتما كتشوفوا كيف النيه مكرمشه. كنحاول نستفى بهذه الطريقه، انا عملت لها الطريقه ديال التزيين، وانتم لكم الاختيار تعملوا الطريقه ديالكم، كل واحد الطريقه ديالو باش كيزينها. يمكن نتناولوها كوجبه غداء او لوجبه عشاء، رافقوها بالاسماك، ودوها معاهم الدراري وليدات المدرسه. الشكل ديالها كيجي لذيذ ورائع، كنزينوها بلي سوغيز كل واحد باش كيبغي يزينها. ها هو الشكل ديالها، ها هو الشكل النهائي ديالها. قدمتها بهذه الطريقه، زينتها بشويه ديال المعدنوس من الفوق. يمكن لكم تغطسوها بحال هيدا بهذا الشكل بصلصه البشاميل. شوف كيفاش كتجي رائعه ولذيذه، شوف من داخل كيف هي طريه وما فيهاش الزيوت. كنتمنى تكون عجبتكم هذه الطريقه وتبارطاجيوها وتدعمونا باللايك. شكرا والى اللقاء.